السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في كوزينتي وفي لاشين تاعي. اليوم وفي لا فيديو هذه راح تشوفوا معايا طاجين الجاج بلي فخيت، طاجين بزاف بنين اكيد راح يعجبكم، ما يديش وقت بزاف في الطياب وما فيهش بزاف مكونات. وراح تشوفوا في الشطر الثاني مشترياتي، شوي معن شوي حوايج تاع كوزينه كنت شريتهم، راح تشوفوهم معايا. باش نديرو هاد الطاجين راح نحط كمية من السمن، عندي هنا مغرف سمن مع ربع مغارف زيت، حطيتهم في الطاجين المغربي وحطيتهم على النار حتى يسخن الزيت وتذوب الكمية تاع السمن. هنا عندي ليكويس تاع الدجاج الكمية كيما تحبوا. ملحت الكويس تاعي وهنا بالموس نثقبهم هكا يدخلوا مليح بعد التوابل في الكويس، وفي نفس الوقت نكسر الأنسجة أو نقطع الأنسجة باش يجي يبقى اللحم تاعهم طري. عندي كمية من الفارينة نحط فيها الكويس، نغلفهم مليح بهذه الفارينة ومن بعد نحطهم في الطاجين تاعي بعد يذوب السمن. نخلي الكمية تاع الكويس تاعي تتحمر مليح على الجهة قبل نقلبها، لازم نحمرهم مليح على الجهتين. هنا الفارينة دائما نديرها معكم هذه الطريقة، ودائما نقول لكم بلي الفارينة تخلي اللحم هذا يبقى طري تغلفه، وفي نفس الوقت الصوص تجينا خضراء. هنا بعد اللي تقلل او تتقلل كمية تاع الدجاج نزيد هنا كنت رحيت بصلة مع زوج سنات ثوم وحبة طماطم، رحيتهم مع بعض نزيدهم للطاجين تاعي ونقلي، نخلي البصلة تاعي تتقلى دقيقة هكاك قبل اللي نزيد التوابل. راح نتبل الطاجين تاعي بالملح الفلفل الكحل كركم وشوية كمون. هنا تقدروا تزيدوا البابريكا الحارة، والبابريكا الحارة دائما نقول لكم هي اختيارية، الناس ما تحبش الحار تقدروا تبدلوها بابريكا الحلوة كما تقدروا ما تديروهاش خلاص. بعد يزيد تقلل اللحم مليح مع التوابل نمرق بكمية من الماء السخون، دايما نقولكم سيرتو في الطواجن هذا تاع الطاطين ما جامي ديروا ما بارد، ديروا ما بارد الطاجين تاعكم ما يطرطق. وما تحطوش هنا نصيحة ثانية، ما تحطوش الطاجين تاعكم على النار مباشرة، دايما تحطوا حاجة تحتو كاين هكا حديد هكا سبيسيالمون يتحط على النار ومن بعد يتحط فوق الطاجين. زدت ان بوكي غارني فيه عرف من الكرافس شوي معدنوس وشي دبشة، نقفل الطاجين تاعي ونخليه يطيب قريب نص ساعة. هنا واش راح ندير، راح نقلي شوية فريت او شوية بطاطا، قشرت زوج حبات بطاطا وقصيتهم غسلتهم قطرتهم وقليتهم. بعد اللي فاتت 20 دقيقة طلعت على الطاجين تاعي، هنا ما تخليوش 20 دقيقة الطاجين تاعكم بلا ما تطلعوا عليه، مرة على مرة طلوا وحركوه، اذا لقيتوه باللي نشف وهو الدجاج مازال ما طابش زيدوا كمية من الماء السخون. نحيت الربطة هذيك تاع المعدنوس والدبشة والكرافس وزدت ورقة رند ونزيد هنا كمية من الزيتون، انا درت الزيتون المرقد تاع الدار، ثم تقدروا ديروا اي نوعية تاع زيتون بغيتوها. اذا درتوا الزيتون اللي يتباع سيتو الاخضر غليوه الساعة في كمية من الماء حتى نشوف شوية سكر، تنحلوا الكمية تاع الملح الزايدة هكا باش ما يجيكمش الطاجين مالح بزاف.
نخلي الطاجين تاعي يغلي دقيقه، ومن بعد ما يطولش بزاف في جوست برك باش يدي النكهه تاع الزيتون، ومن بعد نزيد الكميه تاع الفخيت. وهنا كيف كيف نخلي الطاجين تاعي دقيقه اخرى، نغطيه ونخليه دقيقه نص دقيقه، المهم يهز غليه ولا زوج، ونطفيه ويكون الطاجين تاعي واجد. وهنا الطاجين تاعي راه واجد، نزيد له كميه من الدبشه. كما راكم تشوفوا اللحم تاعي طاب تري بيان، الدجاج كما تعرفوا يطيب ليه ليه. وهذا هو الطاجين تاعي تاع اليوم. درك ننتقلوا للشطر الثاني من هذا الفيديو، راح تكون على مشترياتي. كما راكم تشوفوا انا شيت شويه ماعن، مش بزاف حوايج احتجتهم، لقيت هاد لي سيت طابل عجبوني بزاف، كانوا عندي اخرين بويض، جبت هذا الصوفر يديروا 20 فله الوحده، شيت انا هنا 6، شي اللي نحتاجو في الكوزينه. في الكوزينه انا مديره لي كولور هذو الاصفر والفير بيستاش والاورانج. وعندي هاد التصفاغ اللي بزاف مليحه، عجبتني بزاف، كبيره وعمليه، تقدري تشوفي كما راكم تشوفوا الحجم تاعها جاي كبير، وتزيد تكبر تحليها على الجهتين، تحطيها على الليفي تاعك وتغسلي فيها الشيء اللي بغيتي، الخضره تاعك الفاكهه السلطه تقطري فيها الشيء اللي بغيتي. مخدومه من السيليكون، سهله الغسيل، سهله باش تتقطر، وفي نفس الوقت ما تحكملكش البلاصه، كما راكم تشوفوا تقدروا تكبروها وتصغروها كما حبيتوا. وعندي هاد الصحونه راكم تشوفوا فيهم، هذا ثاني عجبوني بزاف وكانوا خاصيني، بغيت نكسر شوي اللون، انا عندي الماعن تقريب كل بويض، زدت هذو كحل. وعندي هاد لي فيغين كنتو شفتوهم معايا في فيديو سابق، كنت درت فيه التحليه تحليه الباناكوتا، كان عندي خرين وزدت هاد زدت خرين هكا باش يكفوني للضياف، كيكون عندي ضياف. هادو شيتهم عند فريد ب 28 في 6. وكاينه النوعيه الثانيه، هذه ثاني، هذه كاليتي خير والشكل مختلف كيما راكم تشوفوا، هادو 6 ب 40 ألف، هادو ما شيتهمش من فريد، هذا ثاني ملاح بزاف المملحات ولا لما نديرو حوايج حلوين دي ديسار. وعندي هادو اللي بزاف ملاح، انا كانوا عندي اخرين كبار وزدت جبت هادو صغار. كما تعرفوا هادو يستعملوهم للمقبلات لوردوفر للبيض، المهم اي حاجه لي صوص، شيتهم في النواري بلون. واخر حاجه عندي ليمون، هادو تاع سيليكون سيرتو، هذا بزاف عجبني تاع تشارك، مول كبير وفيه كميه كبيره، تديري مره واحده في كل مول فيه 30 حبه. وعندي هذو الثانيين، هذو كانوا ناقصيني، جبت منهم زوج. المول تاع تشارك يدير 100 ألف، شيتو ب 100 ألف، وهذو ب 20 ألف. وهذو هما مشترياتي. وهكا نكون خلصت الفيديو تاعي تاع اليوم، اللي كانت طاجين الجاج بلي فخي، طاجين بزاف بنين وما يديش وقت بزاف، ليه ليه تكملوه ويصلح للفطور تاع رمضان ان شاء الله اذا لحقنا وصمنا. وكان الشطر الثاني تاع الفيديو كان مشترياتي، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. نخليكم على خير ونشوفكم في فيديو جاي باذن الله.